اهلا وسهلا فيكم على تشانل عنا من جديد. بالفيديو اللي قبل هيدا شفنا كيف فينا نحن نقرا من السنسر. بهذا الفيديو رح نشوف كيف فينا نحن نستعمل السيريال مونيتور تنعرف شو هي الفاليوز اللي عم يطلع عنا السنسر او الارقام. مثل ما شايفين هون نحن عنا اثنين سنسرز، رين سنسر وجري سكيل سنسر. حاطبع الفاليوز تبعو الجري سكيل سنسر باستعمال السيريال مونيتور. مثل ما شفنا بالفيديو اللي قبل نحن رينا الفاليوز تبعو الجري سكيل سنسر او قيمه هذا الجري سكيل سنسر حطيناها بشيء اسمه جري سكيل سنسر فاليو. فنحن من يوم ورايح اللي بدنا نستعمله هو جي اس سنسر فاليو يلي هي قيمه السنسر يلي عم تطلع معنا، وهي كانت نتيجه الانالوج ريد. تنعمل هذا الشيء تنطبعه على السيريال مونيتور يلي هي موجوده هون، نستعمل كوماند او الامر التالي سيريال دوت برنت مفتح قوسين بعدين نفتح كوتيشن تنطبع الجمله التاليه: The value of the grayscale sensor is، او بالعربي يعني قيمه هالgrayscale sensor نقطتين، نرجع مسكر الكوتيشنز مسكر القوسين او البرونتيز. من بعد هيدا بنكتب serial.println. هون اذا بتلاحظوا كتبنا print، هون println. println هي بتكتب الجمله وبتعمل enter بالاخير. فطما يطلعوا الفاليوز حد بعضهم بنكتب the value of the grayscale sensor is، تنطبع حتى الجري سكيل سنسر فاليو بترجع بتنزل على سطر جديد بالسيريال مونيتور. فتنطبع الرقم او الانتيجر يلي هو موجود يلي اسمه جري سكيل سنسر بنكتبه مثل ما هو بلا ما نحط كوتيشن. اذا بنكتب جي اس سنسر فاليو بلا كوتيشن بيطبع لنا الرقم يلي موجود بهذا جي اس سنسر فاليو. خلينا نعمل ابلود لهذا الكود ونشوف كيف بده يشتغل. اول شيء بنوصل الاردوينو عنا، بعدين بنروح على التولز بننقي البورت. عنا البورت كونفور. اذا كان عندكم مشكله بالاتصال بين الاردوينو واللابتوب اللي عندكم، انا راح احط الفيديو لحل هيدي المشكله بالكاردز يلي موجودين من فوق. فنقينا البورت هون بورت 4، بعدين نعمل ابلود نلاقي انه كومبايلينج. اذا بتلاحظوا هون بيعمل كومبايلينج كومبايل، بتاكد الكومبايلر اذا نحن الكود كاتبينه بطريقه مزبوطه، اذا ما منقصين مثل هون سيمي كولم او منقصين شي حرف معين او كاتبين شي غلط. فعلى طول قبل ما يعمل ابلود بيعمل كومبايل، بتاكد اذا كله تمام بيرجع بيعمل ابلود. بتلاحظوا هون دان ابلودنج، يعني مش الحال. هلا اذا بنروح على السيريال مونيتور نفقص عليها هون بالسيريال مونيتور بنشوف انه عم بيكتب the value of the grayscale sensor is 1020 وعم بيعمل سكرول. هلا انا اذا غيرت هالجري سكيل سنسر يلي واصله بهالطريقه، حشوفيكم كيف واصله، واصل اكيد الفي سي سي يلي بالسنسر هون واصلها على ال 5 فولت، الجراوند على الجراوند، والاي 0 واصلها على الاي 0 يلي الانالوج اوتبوت يلي هو بالسنسر. بهي الطريقه انا واصل. فهلا انا اذا حطيت هذا السنسر على الكيبورد تبعت اللابتوب تبعي يلي لونه اسود، عم تلاحظوا عم بيعطي فاليوز عاليه فوق ال 1000. اذا حطيتها على الطاوله البيضاء عم بيعطي فاليوز تحت ال 100 تقريبا 22. تلاحظوا كيف الجري سكيل سنسر عم ينقرا. هلا اذا انتم حسيتوا انه هالقرايه كثير سريعه، في طريقه معينه فيكم تعملوها يلي هي انه تحطوا ديلي بالكود، ديلي مثلا 500 يعني 500 ملي سكند يعني نص ثانية. هرجع اعمل له ابلود. اذا ما بتعملوا له ابلود ما بيمشي الديلي، بدك تعملوا ابلود لكل شيء بتغيروه بالكود تيشتغل عندكم على الاردوينو. اذا بتلاحظوا هو ابلودينج عمل بالاخير دان ابلودينج. خلينا نشوف هلا كيف رح يكون بالسيريال مونيتور. اذا ملاحظين كيف عم ينكتب على البطيء. هلا انا حاطه على شيء اسود عم يعطي فاليوز 1000 فوق ال 1000، على الابيض حيعطينا فاليوز تحت ال 22. بهالطريقة بتعرفوا انتو كيف السنسر عم يشتغل وشو عم يعطيكم فاليوز. فالسيريال المونيتور هي شيء كتير مهم، بس اكيد ما تنسوا تشيلوا الديلي لانه هيدي الديلي بعدين بتبطئ لكم الكود تبعكم. خلينا نشوف فيكم شو بيصير اذا بتحطوا كوتيشن مثل فوق. الجملة بتحطوا لها كوتيشن بس بالسنسر فاليو ما بتحطوا لها كوتيشن. خلينا نشوف فيكم شو بيصير. هعمل لها ابلود. هلا لازم يصير انه رح تكتب the value of the grayscale sensor is، ترجع تكتب لنا جي اس سنسر فاليو. خلينا نفوت على السيريال مونيتور ونشوف. لاحظتوا كيف عم تكتبها؟ ما عاد عم تكتب الفاليو يلي بقلب جي اس سنسر فاليو، صارت عم تكتب الكلمه بحد ذاتها. فلا نحن اللي بدنا نعمله انه نطبع الفاليو مش الكلمه، فبنشيل الكوتيشنز. خلينا نرجع نعمل ابلود.
done uploading. لاحظتوا كيف رجعت صارت عم تطبع؟ فنحن اذا بدنا نطبع الكلمه بنحط كوتيشن، اذا بدنا نطبع الفاليو يلي بقلب الكلمه بنحطها بلا كوتيشن. كمان شغله ثانيه لازم تنتبهوا لها هي سيري دوت برنت وسيري دوت برنت الان. الان تعمل انتر، بينما الدوت برنت اذا بدنا نحن نطبعهم كلهم على نفس السطر بنحطها سيري دوت برنت، ما بنحطها سيري دوت برنت الان. فهيدول هن الاشياء الاساسيه اللي نحن بنعوزهم تنطبع على سيري المونيتور تنعرف الفاليوز تبعول السنسر، وبعدين نقدر نستعملهم بالاف ستيتمنتس تبعولنا. اذا عجبكم هذا الفيديو وعبالكم تتعلموا اكثر عن الاردوينو، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لهيدا الشانل ليوصلكم كل جديد عن الاردوينو. نهاركم سعيد.